عمرو زكي. عمرو زكي مثلا نور يا عمرو. ايه الفل يا كابتن مصر، عامل ايه؟ ازيك يا صديقي؟ انا والله يا صديقي صعبت عليا بس وانا عمال اسمع الكلام اللي حضرتك بتقوله. والله انا بتكلم كلمه حق في حقك يا عمرو والله. ربنا يخليك. كنت عايز اتكلم بس بخصوص موضوع شيكابالا يا كابتن. قول. هو بس انا كزميل ليا سواء في منتخب مصر او في نادي الزمالك، هو بس يعني طبعا انا يعني ما شفتش الموقف اللي حصل من شيكابالا وهو خارج. اعرضه لك قدامك شوفه معانا اهو يا عمرو. لا لا انا مش قدام التلفزيون. طيب اوكي. انا اللي عايز اقوله بس يا كابتن إن, ان 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 لازم اللعيب بصرف النظر ان شيكابالا كان بيواجه الكلام ده الاستاذ مرتضى او غير استاذ مرتضى، لازم نبقى عندنا يقين جوه نفسنا كلعيبه ان احنا مركزين بس في الملعب. ايوه. سواء شيكابالا يعني كان متعمد ان هو كان يقول لاستاذ مرتضى الكلام دوت او مش ليه، لازم ان اللعيب يركز بس في الملعب مش اكتر. والشيء الثاني ان احنا ما ينفعش نشغل نفسنا في صراعات مجلس الاداره. برافو عليك. في الاول وفي الاخر احنا تحت كيان اسمه نادي الزمالك. برافو. ليس يعني مش استاذ ممدوح عباس لكل الاحترام وتقدير، استاذ مرتضى منصور لكل الاحترام وتقدير. احنا يهمنا في المقام الاول والاخير ان احنا نعمل حاجه لجمهور نادي الزمالك والكيان نادي الزمالك. برافو. مش لاستاذ ممدوح ولا استاذ مرتضى، ولازم في احترام للجميع سواء استاذ مرتضى داخل او خارج النادي او ايا كان موجود، لان احنا في الاول وفي الاخر الجمهور ده بيبقى في الاستاد عشان مستني ان ال 11 لعيب اللي في الملعب بالجهاز الفني يساعدوهم اكتر من مين يمسك رئيس نادي الزمالك. برافو عليك. هو ده الكلام يا عمرو، وده اللي احنا عايزينه منكم، ودي لغه الاحتراف اللي انت بتتكلم بيه. انا يعني يا رب يكون شيكابالا مش مواجه الكلام ده للاستاذ مرتضى، لان الاستاذ مرتضى في الاول والاخر ده راجل زملكاوي جدا جدا وبيحب النادي جدا جدا بصرف النظر هو موجود في نادي الزمالك او مش موجود. يعني الراجل يعني في الفتره اللي هو كان موجود فيها قدم حاجات للنادي، وان هو كون ان هو جاي كان جاي امبارح الاستاد فجاي يسلم الجمهور وجاي يسلم الناس برضه نفس القصه. استاذ ممدوح راجل خلال الفتره اللي هو كان موجود فيها ومسك فيها نادي الزمالك او لغايه دلوقتي هو ماسك نادي الزمالك، راجل بيقدم كل اللي عليه بصرف النظر عن في تجاوزات او ما فيش، دي حاجات مش بتاعتنا. لكن احنا طبعا يعني سواء استاذ ممدوح لكل الاحترام وتقدير ومجلس الاداره واستاذ مرتضى لكل الاحترام وايا كان هيكون موجود في نادي الزمالك او الجهاز اللي موجود او المجلس اللي موجود دلوقتي. برافو عليك يا عمرو. اشكرك يا حبيبي على المداخله الجميله دي يا عمرو. اشكرك شكرا جزيلا. يعني هو ده الكلام اللي فيه احتراف، ولذلك شغال الولد شغال وبيجيب اهداف وموجود في الملعب وما بيطلعش. يعني ما بيضطرش حسام الكابتن حسام حسن مع الوضع في الاعتبار ان امهر لاعب في ال11 في ارض ملعب الزمالك هو شيكابالا، هو امهر لاعب على الاطلاق وفقا لمقاييس المهاره. لكن هو بعيد ليه؟ لانه دماغه في مليون حاجه. وبعدين امبارح يعني انا حتى كلمت الكابتن ابراهيم حسن مدير الكره المحترم وحبيت ان انهي له المشكله، كان ممكن تنتهي على فكره، انهي له المشكله. ولو هو دخل على التليفون وعلى الهوا، لانه الموقف اللي هو عمله ده على الهوا، ما هي المشكله ان انت ما تخنقنيش ولا تصالحني زي ما بيقولوا في حاره وتفضحني في شارع او ما اعرفش بيقولوها ايه يعني. لكن النهارده انت عملت فعل امام الملايين، لازم اعتذارك يكون امام الملايين. فانا اديته الفرصه دي امبارح، كلمت الكابتن ابراهيم حسن مدير الكره المحترم، والراجل قال لي طب انا هكلمه وهو ماشي مع مجموعه من اصدقائه. ربما فعلا اكيد هو يعني صادق الكابتن ابراهيم، وربما الراجل متحرج ويكون شيكابالا قاعد ورا منه وهو يخشى انه يحرج مدير الكره بتاعه فاخد فرصه انه يتكلم معاه. ورجعنا كلمنا الكابتن ابراهيم حسن تاني عشان ندي فرصه لشيكابالا، واحنا مش عايزين نكلمه عشان سواد عيونه، يعني مش هيفرق معانا انه يتكلم ولا ما يتكلمش، ولا له قيمه عندنا الا قيمته كلاعب محترم، كلاعب بيفيد ناديه، كلاعب بيفيد منتخب بلده، كلاعب بيقدم قدوه واحترام في الملاعب، نهتم بيه، غير كده ملوش قيمه عندنا اطلاقا. حبينا ننهي له مشكلته. ان هو لو كان دخل على التليفون، والله انا حتى لو قال انا ما اقصدش، مقبوله، بنديله زاويه. ده انا كنت اقصد عبد الوارث حسن، ماشي، هنديله زاويه خروج. لكن كون ان هو يتعملق ويحط نفسه في برج عالي ان هو يعمل اللي هو عايزه وما يعتذرش وما يتكلمش، وارجع واكرر اذا كان في كلام ما عجبوش في الحلقه بتاعت حصاد الاسبوع كان يخش ويبدي وجهه نظره ويكسب الجوله بالكامل. لكن ده يعني قول يا عمرو. عمرو زكي اتفضل، اتصل تاني. قول يا عموره اتفضل. كابتن معلش معاك، مع حضرتك مره ثانيه يا كابتن. اتفضل يا حبيبي. حضرتك كنت حضرتك بتتكلم بخصوص الحكم امبارح والموقف بتاع امبارح تقريبا. بخصوص الانذار تقريبا او التيشيرت او ايوه لا طبعا انا بس يا كابتن بخصوص الانذار طبعا انا عارف يا كابتن ان في الاول وفي الاخر بنحترم قرارات الحكام،
سواء قرارات عكسيه او قرارات في صالح نادي الزمالك. ودي وجهه نظره، انا بحترمه وبحترم لجنه الحكام بالكامل والكابتن فيام عمر والناس المساعدين بتوعه. تمام. بس انا بتكلم في نقطه ان بيبقى في حاجات يا كابتن يعني طالما يعني مش انذار مؤثر او في ازاء لحد او الكلام ده كله، بيبقى في حته سنس برضه من الحكم في كوره، في حاجات معينه خاصه ان الكوره في اخر مباراه والكوره مش مهمه. الشيء الثاني بخصوص التيشيرت او الكلام اللي انا بعمله ده، انا مش متعمد خالص ان انا بكلمه، ولا اصلا كنت ببص للمان خالص. نعم. في الكوره، وعايز اقول لك يا كابتن يعني مش يعني برضه الناس يعني سواء الكاميرات يعني مش موضوع عمرو او غير عمرو، الحاجات دي كلها حاجات مش شايف ان هي هتفيد الراي العام في حاجه، او ان هم يركزوا في لغه الشفايف او التيشيرت او الكلام ده كله، لان انا شايف لو احنا مشينا بنظام ان احنا هنركز على كل واحد حركه بيعملها اللعيب في الملعب، يبقى يعني اعتقد ان كل لعيبه ممكن تتوقف، كل لعيبه مصر وكل لعيبه العالم تتوقف، لان كل واحد بيبقى ليه رد فعل داخل الملعب طالما مش في لفظ طالع اهانه او مسموع ان هو ايوه طالما ما فيهوش اهانه. يعني انت ضربت كف بكف، ما لعيبه الدنيا كلها بتضرب كف بكف، ده عادي جدا بالزبط. ما فيهاش مشكله اطلاقا القطعه في الحاجات دي يا كابتن، لان اللعيب الطبيعي في الملعب ساعات بينسى نفس الحاجات، طالما انا مفيش صوت طالع او كلمه اساءه للعيب زميلي او لعيب في الفرقه الثانيه او لحكم او لجمهور، اعتقد ان الامور لازم تمشي، ولازم الكاميرات تبقى برضه سواء عمرو زكي في الزمالك او ابو تريكه في النادي الاهلي او لعيب في الاسماعيلي ايا كان. الحاجات دي كلها لازم تبقى هو طبعا مطلبك انا فاهمه يا عمرو، بس هو انا عايز اقول لك بيبقى صعب ليه؟ اي مخرج تلفزيوني بعد اي لقطه، الناس في البيوت هو عين المشاهد، فالمشاهد عايز يشوف ايه اللي حصل، فلازم يعمل لك بيك كلوز، احنا نبقى واخدين بالنا ما نعملش. انا بهني بتاع الكاميرا. انا بهني بتاع الكاميرا واللي هو عنده حق، طالما دي وجهه نظرك اكيد احسن. طيب. كابتن طبعا عايز طبعا من خلال حضرتك طبعا كبرنامج مسموع بشكر كل زمايلي امبارح، يعني بالاخص بشكر احمد غانم لانه راجل راجع بعد انتقادات كتير جدا، راجع بعد اصابه في الرباط الداخلي، ادى مباراه امبارح كبيره. بشكر حسين ياسر امبارح ادى بشكل كويس. هايل. شيكابالا راجع برده من الاصابه بصرف النظر عن الموقف او اللي حضرتك بتتكلم فيه، بتكلم فيه كلاعب دلوقتي. أيوة. ادى بشكل كويس وساهم ان هو يسعد جمهوره. نعم. بشكر جمهور الزمالك العظيم امبارح اللي هو كان واقف جنبنا بمنتهى الامانه، واتمنى ان ال 11 لعيب او الناس اللي بره ان احنا نقدر نرد حاجه بمنتهى الامانه للجمهور العظيم جمهور نادي الزمالك. الشيء الثاني بشكر الكابتن حسام حسن والجهاز اللي معاه ان هم فعلا قدروا ان هم يخرجوا اللعيبه، خلوا تركيزهم في حاجه واحده بس هو داخل الملعب. ان احنا ما ارتبطناش بالاحداث اللي خارج الملعب سواء مين مجلس الاداره او ايه اللي حصل. وده انطبع على اللعيبه، والحاجه اللي بقت ميزه دلوقتي في نادي الزمالك زي ما بنقول سلبيات لا في ايجابيات، ان طبعا الملعب زائد الثلاثه اللي بينزلهم بيكملوا بعض، تحس ان هم بادئين المباراه والروح كويسه بين اللعيبه. الشيء الثاني ان في اصرار ان انت بعد ما بيخش فيك هدف دلوقتي بتقدر تجيب جون واثنين وثلاثه، برافو، حاجه ايجابيه. صح. عكس الاول نادي الزمالك كان بيخش فيه جون تحس المباراه انتهت. صح. لو شكلكم يا عمرو بقى مختلف بصراحه. انا كابتن انا شايف ان نادي الزمالك احسن فرقه بتلعب كوره، في فعلا اكيد في سلبيات في اي فرقه وفي اي منتخب. صحيح. في ايجابيات، لكن انا شايف في ايجابيات كتير، واتمنى ان شاء الله السلبيات دي خلال المباراتين الجايين ان شاء الله كابتن حسام يتدرجهم. ايوه. الحاجه الكويسه ان شايف اللي يتدرجهم لسبب واحد، الناس اللي موجوده في خط الظهر الخبرات سواء هاني سعيد او فتح الله او في حراسه المرمى ايا كان مين واقف، كابتن عبد الواحد او كابتن عصام الحضري، الناس دي كلها هم دول لعيبه منتخب مصر، فما اعتقدش ان احنا ممكن نجيب تدريبات تاني يكون افضل، لان هم دول اللي بيلعبوا منتخب مصر وجايبين بطولات لمصر. سواء من حراسه المرمى او الاثنين اللي بيلعبوا قدام الجول. الشيء الثاني كابتن حسام بمنتهى الامانه الحاجه الكويسه هو كابتن ابراهيم روحهم كويسه داخل الفريق، بيعرفهم ان هم يطلعوا اللعيبه من جو المباراه لمباراه اخرى، قريبين، تحس ان احنا معانا اخ كبير داخل الملعب وخارج الملعب. صحيح. انا عايز اسالك بقى سؤال يا عمرو. اتفضل يا كابتن. يعني في لقطة دلوقتي وانت شايل وانت شايل حسين، ده انت شايل زي ما بكون شايل طفل صغير ورينا يا محمد. استنى اقول لك، انا بحقق الامنيه لحسين لان هو لسه جايب مولود. فانا هو كان عمل بايده كده، فطبعا ما فيش ايده حاجه، ايده فاضيه على اساس ان هو مراته بيهشك ببيته زي بتاع ببيته دي. فرحت انا شايله بقى كان انا كان هو البيبي يعني. ده انت شايلته، استنى بتتفرج عليه يا عمرو، انت رحت له اهو. عشان بحبه بس والله كابتن، ومبسوط بقى بالجون الثاني، وانا يعني كل اللعيبه طبعا بحبها. لكن حسين انا كمان يعني بحبه بمعزه شخصيه وزي كل اللعيبه، بس كويس الحمد لله ان الرد الفعل بتاعي جه حاجه ايجابيه. بالظبط. بتخاف على ايدي والله. ده انت هشكت وتهشيكه ما حصلتش يعني. بلعه بقى يا كابتن، اعمل ايه؟ يلا اتمنى كل مباراه
اشيل العيب بس نكسب ان شاء الله يا عمرو. ان شاء الله كابتن، متشكر لحضرتك. شكرا يا عمرو، بالتوفيق يا حبيبي، التوفيق ان شاء الله، بالتوفيق. روح جميل وشكل حلو طبعا. هايل يا حسين، مبروك على الهدف الحلو بتاعك. واللقطه جمعت شيكابالا، هات يا محمد شيكابالا واقف بروح حلوه، هو وعمرو زكي بيلقفوا حسين مع بعض. هو ده يا شيكابالا اللي احنا عايزينه منك، الظرف واللطف والاداء، مش عايزين منك مشاكل. شوف ادي عمرو اهو حمل وبعدين عايز يباصي الشيله واداها وانت شلت، حاجه جميل. هو ده الكلام اللي احنا اكيد عايزين نشوفه مع بعض. ممتاز. طيب